اكس سكوير بلس 3 اكس ماينس 10 ايكوال 0. عندنا اول حاجه ال a ايكوال 1 وال b 3 وال c نيجاتيف 10. احنا عندنا sum of two roots ايكوال نيجاتيف b over a، يعني نيجاتيف 3 over 1 ايكوال نيجاتيف 3. وعندنا البرودكت اوف تو روتس ايكوال سي اوفر اي، السي اللي هو الابسولوت تيرم والاي الكوفيشنت اوف اكس سكوير اللي هو ايكوال نيجاتيف 10 اوفر 1 هيطلع نيجاتيف 10. نخش المساله اللي بعد كده. 4 اكس سكوير بلس 4 اكس ماينس 35 ايكوال 0. هنا الاي 4 والبي 4 والسي نيجاتيف 35. هنجيب السم الاول اللي هو نيجاتيف بي اوفر اي، يبقى نيجاتيف 4 اوفر 4 هيطلع نيجاتيف 1. وهنجيب البرودكت اللي هو السي اوفر الاي، نيجاتيف 35 اوفر 4. الاكزامبل اللي بعد كده 3 اكس سكوير ماينس 4 ايكوال 0. هنا الاي ب 3 والبي اللي هو الكوفيشنت اوف اكس، الاكس مش موجوده يبقى ب 0. وهنا عندنا السي نيجاتيف 4، عندنا السم نيجاتيف بي اوفر اي، يعني 0 اوفر 3 هيطلع 0. وعندنا البرودكت اللي هو السي اوفر الاي، يبقى نيجاتيف 4 اوفر 3. اللي بعد كده 3 اكس سكوير ايكوال 23 اكس ماينس 30. طبعا لازم نخليها في الستاندرد فورم اللي هي تكون ايكوال 0، يبقى 3 اكس سكوير ماينس 23 اكس بلس 30 ايكوال 0. دون هو الاي وده البي وده السي. احنا عندنا السم نيجاتيف بي اوفر اي، يبقى نيجاتيف 23، يعني 23 اوفر اي اللي هو 3. وعندنا البرودكت اللي هو السي اوفر الاي، يعني 30 اوفر 3 هتبقى ايكوال 10. اللي بعد كده اكس اوفر 2 بلس 1 اوفر اكس ايكوال 3 اوفر 2. اول حاجه لازم نخليها ان ذا ستاندرد فورم، يعني تكون اكس سكوير. اول حاجه بخلص من الدينومينيتور، فعشان اخلص من الدينومينيتور اخلص من 2 هعمل تايم 2، والاكس في الدينومينيتور هعمل تايم اكس، يبقى كله بعمله تايم 2 اكس. هنا 2 اكس ملتبلاي اكس اوفر 2 بلس 1 اوفر اكس ملتبلاي 2 اكس ايكوال ايه؟ ايكوال 0. هتبقى ديا هتطير، ساعتها هتبقى فيرست ديجري مش كوادراتيك ايكويشن، يبقى ليها 1 روت بس. يبقى هنا ديفايدد باي الايه، يبقى نيجاتيف بي ايكوال السي، ومنها هو طالب عاوز يجيب ايه؟ عاوز يجيب البي، يبقى البي ايكوال نيجاتيف سي اللي هي نمبر دي. المسألة نمبر 8 بيقول لي if the product of the two roots k minus 2 times x square minus 6x plus 12 equal 0 is 3. هو هنا قال لي البرودكت ايكوال 3. هو البرودكت اللي هو المين؟ البرودكت اللي هو ال 12 اوفر ال k minus 2 اللي هو الابسوليوت فاليو اوفر كوفيشنت اوف اكس سكوير. يبقى انا هنا عندي 12 اوفر k minus 2، كل الكلام ده ايكوال كام؟ ايكوال 3. ممكن نعمل كروس مالتبليكيشن، يبقى هنا دون 3 تايم k minus 2 ايكوال 12 باي 1 12 ديفايدد بوث سايد باي 3، يبقى k minus 2 ايكوال 4. ومنها ان ال k الماينس تروح ناحيه بالبوزيتيف تطلع 6، يبقى الفاليو اوف k ايكوال 6. اخر واحده خالص اللي هي نمبر 9 بيقول لي لو one of root of the roots of the equation is multiplicative inverse. طبعا احنا قلنا طالما one root multiplicative inverse of the other، يبقى كده عندي ان ال a ايكوال ال c. ال a اللي هو مين؟ اللي هو 3 ايكوال السي اللي هو كي سكوير بلس 2 كي. طبعا دي عشان اعمل لها اجيب السوليوشن بتاعها لازم اخليها ان ذا ستاندرد فورم، يبقى كي سكوير بلس 2 كي ماينس 3 ايكوال 0. ومنها هنحط هنا كي وهنا كي، رقمين اعملهم تايم يدينا نيجاتيف 3 او 3 وديفرنس 2 هم 3 1. طبعا جريتر ياخد البوزيتيف والتاني ياخد النيجاتيف ايكوال 0. يبقى منها ان الكي هتطلع نيجاتيف 3، وهنا الكي تطلع بكام؟ ب 1. يبقى هنا عندنا الحل 1 ونيجاتيف 3 او نيجاتيف 3 اور 1 اللي هي اول واحده. السؤال اللي